وضاقت هالدنيا فيك وانكسر جنحك مع أهل النخوة خليك واصبر عجرحك ولا تشكي اوعى غريمك يقشعك شي يوم عم تبكي لو صار قلبك يوجعك اضحك ولا تشكي اوعى غريمك يقشعك شي يوم عم تبكي ولك عشق ليش ما نقوم نروح لعنده ابو ضاي؟ مو احسن من نطرة؟ لك ايش وسيري؟ اجا بيكون اجا، ما اجا بيكون عملنا اللي علينا، شو بالزور بدي اقنعه انه اخي يعني؟ ومفتاح بقى. يا الله. تفضل شاي. يسلم. صب ولا خليهم يرقدوا شوي ابو ضاي؟ صب صب إلي بالطيب نصيب أهلي وسهلين معلم زيد بلشنا فيصل نزل على السوق اشتري لك كم غرض لبيتكم بكره راجعين على بيروت بأمرك يا ضاي أهلا وسهلا أهلين يا ضاي تشرب شاي ولا منتظر على ترقود لا لا انا بصب لحالي ما في مشكله مسافر بكره ان شاء الله شي اي والله هو اي سيدي انا تدي يسلم في مجال تبتسم لما تطلع فيني؟ أنا صار لي من الصبح مبتسم. طيب خرج تطلع فيني بركي بتتذكر شيء. يا لطيف أحسن شيء. اسمع أخي أنا ما حاغصبك على شيء ولا حركت عليك.
عشت. أنا بدي أعتبرك مثل أخي زيد وتعامل معك على هذا الأساس. عندك ماني؟ عال شو بدك مني هلا؟ أبدي منك شيء. بدي أعرف مين أنت، مين أهلك، وين حارتك، كيف وصلت على حيفا، هيك شيء. وشو بدك بهذا الحكي؟ أخي سايرني أنت. أخي أنا اسمي يوسف، أنا من الشام، أهلي ساكنين بنص الشام، وجيت على حيفا لحتى أتسبب مثلي مثل كل هالخلق. بدك يعني صدق هالكلام؟ براحتك، بس أنا ما عندي حكي تاني. سبحان الله، بخلال من الشباب 40. سبحان الله. اسمع أخي، أنا ما حاتمسك فيك، بدك تمشي الله يسر لك فيك تمشي، بس إذا مالك مستعجل أنا حابب أحكي لك قصة زيد وغيابه. أنت اسمع مني وكب البحر. والنعم منك أبضاي، أنا أجيت لهون لحتى أسمع هاي القصة. رب العالمين أنعم على أخي زيد بحسن المظهر، أداب وأخلاق، أهل الحارة كلهم بيحبوه، كان من زينة الشباب. أبي الله يرحمه فضلوا علي ووصى فيه يكون وجيه بالحارة من بعده. زوجوا زينة البنات، يعني بالمختصر أخي زيد كان سلطان زمانه. وأنت وين كنت؟ شيلك مني أنا، أخي زيد اختفى قبل ما يعرف أنه رح بيصير عنده ولاد. أمي ضعفت على غيابه وأبي أعطاك أمره، توفى بحسرته. قبل ما يتوفى كلفني دور علي. مرت الأيام والشهور ما كنا نسمع منه أي خبر. بعدين طلع واحد واطي اسمه وليد، بالظاهر كان متشاكل هو وياه، قال بأنه قتله وزد جسته بالنهر، وهذا الواطي مات كمان الله لا يرحمه، نقتل بالسجن، قتلوا المحابيس. ايه وبعدين؟ كلياتنا صدقنا بانه زيد مات، ما عدا حرمته اصرت انه عايش، حتى سمت ابنه على اسمه زيد. ودارت الايام ولقيت حالي بمحل اخي الصغير اللي هو كان بالاصل مطرحي، وصار لازم اتجوز حرمته لحتى ابنه ما يربى يتيم، لحتى ما يكبر عند الغرب. وقبل ما توافق مرته على الجواز بيجيني فيصل الأبضاي اللي معي بيقول لي إنه شاف أخي بحيفا عم اشتغل بمحل ساعاتي. أخي الأبضاي، ابن الأبضاي اللي هو أنت. إيه بس أنا مو أخوك. أي واحد مثلك إذا أكل ضربة مثل اللي براسك ما بيعود بيتذكر شي لك أخي. إيه بجوز، بس أنا متذكر كل شي، قلت لك مين أنا ومين أهلي ووين عايشين. طيب جرب تتذكر. أخي شو بدك يعني أتذكر لك؟ والله ما عم بحكي تركي. تذكر حارتك، أمك، أبوك، أخي الظاهر حرمتك اللي تركتها، ابنك. عود أخي أنا ما عاد بدي أسمع شيء. لا تأخذني علي، صوتي عليك بس الله وكيلك مو بإيدي غصب عني. إذا أنت جايبني لهون عشان تسمعني هاي القصة فأنا ما دخلني فيها، وصدقني ما رح فيدك بشي. بدك تقول شي تاني تفضل. أنا بس عم تحكي مثلي. يا لطيف أحسن شي. إيه والله يا لطيف أحسن شي. أخي أنا بكرة راجع على بيروت قبل المغرب، بدي إياك تروح معي. وليش بدي روح معك؟ المعلم رزق مدح فيك كتير وشلقني على شغلة أنا ما كنت منتبه لها. شو قلت لحالي؟ طالما ما عنا ساعاتي بالحارة ولا بالحارات اللي حوالينا بتروح لهنيك، بعطيك دكان بتشتغل فيها والرزق على الله. إيه بس أنا بحب حيفا وحابب شغلي هون. وراح بتحبها لبيروت، بعدين هنيك راح تفرق معك كتير، ما حتكون صانع، راح تكون معلم. الدكانة إلك وشو ما لزمك بعطيك. شو قلت؟ يا لطيف أحسن شي. اللي غير الكلام. شو حابب تسمع مني؟ اللي إنك رح تجي معي.
أخي أنا هي الضربة اللي أكلت براسي أكلتها أنا وصغير وما أثرت علي، يعني أنا ماني أجدى. بقى إذا أنت مفكر إنه إذا أخذتني على بيروت رح يتغير شيء، ما في شيء من هذا الحكي. ومشان أهل حارتك فيك تقول لهم بيخلق من الشبه 40. لمعلومك ما في حدا بالدنيا غيري أنا وفيصل بيعرف إنك أنت بحيفة، وإذا بدي فيني أحمل حالي وأرجع لبيروت وما حدا بيعرف إني شفتك. وفيصل بينقطع لسانه قبل ما يفتح دمه بحرف. طيب وشو بدك لسه؟ أنا شفتك ما فيني كذب عيوني، وقلبي ما بيطاوعني إني أتركك وأمشي، وعقلي بيقول لي إنك أنت زيد بس أنت عم تنكر. دايما أخي أنت حكيت وأنا سمعت. شو سمعت؟ قصة ما بتخصني بنوك، بس أنا رح أفكر بقصة الدكان، إذا لقيتها مناسبة برد لك خبر. الله يرحم أبوك ويرحم أخوك ويعينك على ترباية ابنه، ويا لطيف أحسن شيء. بخاطرك. الله معك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو يا بضاي؟ يا ريتك يا فيصل لا شفت ولا خبرتني. حقك علي نكر. وشو نويت؟ بكرة من كل بد راجعين على بيروت. يا لطيف أحسن شيء. توقعت عليكم. إذا أنت بتكش تاجي باجي أنا. أنا كمان بس بدي أعمل إشي بخفش منه. ليكي سارة، أنا ما بعرف شو اللي براسك ولا أنت شو عم تفكري. أنت اللي براسي؟ أنا ما عم بفكر بإشي غيرك. أنا جيت بالليل كرمالك. إذا أنت عم تعملي هذا الشي كرمال تقربي مني فبتكوني عم تبعدي عني. وهلأ كرمالي اعملي حالك ورجعي على البيت. أنا بخفش من إشي. يعني أنا اللي شكلي خايف مثلا؟ شو بدك أساوي هسا؟ ما تعملي شي. أنا وقت بدي بعرف ساوي اللازم، وما تجبريني ساوي شي ما بتحبي. أنا في كتير شغلات براسي. أنا وحدة منهم؟ أنا ما بهمني شو عم بصير هون براسك. أنا بهمني شو عم بصير هون بقلبك. سارة أنا ما رح أوعدك بشي، بس انتي بدك توعديني تبطلي هذا الجنان. انا ببطل هذا الجنان اذا بتعملي الاشي اللي بحبه. انا نسيت ليش كنت جاي. هذا الكتاب. شكرا. تأخرش علي. الله يسعد حنا. إلا معناتها زعلان عن جد. يرضى عليك أبو مأمون، تركني بحالي. هي أنا قصرت معك بشي؟ برحمة أبوك جاوبني. ما عجزت مني لحتى أحكي لك وما كنت أحكي؟ طب اسألني ليش؟ لأني ما كنت قايم القصة من عرضها.
لك على شو التلميح والغمز؟ كنت عم بتخركشك يا ابن الحلال، بس انت شرشحته لحمدي ولكن ما عم يفتح دكانته. ايه بستين جهنم، بستين جهنم، بستين جهنم كله ولا زعلك. خذ من ايدي. بطلنا اكل الفول عمي، بطلناه، وما بحب حدا يتحركشني، مفهوم؟ لا يا طيب. استاهل، قرب يا طيب. هون عارف يا شباب؟ هلا بيني وبينك، كيف ما شلتها كيف ما حطيتها حرام، والله حرام، ما هيدا رزقه. بيستاهل بيي، حمدي كان بده قطع لسان من زمان. بس ولا مرة أذى حدا بحكيته يعني. الحكي اللي قاله لحنا أذى وأذى كبير. ما هيك بيي؟ شو قال؟ اللي بس شو قال؟ قاتل قتيل وهربان؟ فراري يعني؟ كيف لو قال شيء تاني؟ أستغفر الله العظيم، لا وخصوصي إنه صاحبك مش هون. إجا دور صاحبي هلا؟ عن إذنك بيي. كنت عم بقول برك نعمل الصلحة قبل ما يجي راغب. إذا حمدي قبل حنا ما راح يقبل. بعد في واصف وابو مأمون كمان. هيك بصير لما يكون كبير الحرم، ولا بلاها. خليها لله. نار يا عبدو. يوسف، يوسف صباح الخير. صباح النور. لك ايش يا زلمه؟ مصلح كل الساعات؟ على شكله راح تقلب النومي. قوم صحصحه، والله انه شغلتك شغلي. يلا. غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. شو رأيك حلوة؟ يسلم تمك، بس دخلك فهمانة شي من اللي عم بتقولي؟ ايه ما بدها شرح. والله وإذا ما فهمت بيشرح لي نجيب. الله يعينه نجيب أفندي عليكي، ان شاء الله يلحقك قبل ما يطيروا عقلاتك. مش قبل ما يرجع القبضاي تبعك بالاول؟ امان ما تمزحي معي بهالسيره ابدا. ايه خلص، ما كان قصدك. عم بمزح. قصدك ولا مش قصدك؟ ما تمزحي معي بهالسيره ابدا، فهمتي؟ طيب طيب بعتذر. بديك كفي لك الشعر؟ لا انه انا بدي افهم ليش هيك حظي انا من الدنيا. عن مين عم تحكي؟ عن واصف ولا حمدي؟ ايه يبعت لهم حمى للجوز. لا هاد ولا هاد، واحد للتات والتاني كذاب. لكن عن مين عم تحكي؟ لك انا قصدي على حنا، يعني لو كان مسلم كنت تجوزته. الحارس؟ لك ايه الحارس. ليش فكرك انا وامي شو ناقصنا؟ ناقصكم رجل. لك ناقصنا حارس، بس ما يكون خلقه ضيق وايده والكف. ايه ها معك حق فيها. شبو رجال معدل وقبضاي، وكافي الناس خيره وشره، وسمعته مثل المسك، وفوق المعلم راغب بيعزه. بس شو بدي اعمل؟ ما في نصيب. والله عم بقلي توفيق انه في قصه يمكن تكون من وراه وبدون يعرفوها، بس ناطرين رجعه راغب. وشو بدهم بهالسيره؟ لكن ليش قيم قيمته لحمدي؟ اذا طلع ما في شيء يمكن بيصلحون ببعضهم، ويا دار ما دخلك شر. هيك بقلي توفيق. منين تسلمي لي انت وتوفيق؟ هاتي لشوف قليلي ما صار في شيء. لا ما في شيء تضربي. ام محمد وين صارت القهوه؟ قولي عليكي شو بتصعبي علي. بدي اياه يجي وما بدي اياه يجي. بكذب اذا بقول لك اني مالي ندمان قلت له يجي معي على بيروت. ليش زعلان؟ لانه الناس ما حتصدق انه يوسف هو. اذا بضل عم ينكر بده يخربها اكثر ما لها خرباني. انا ما عاد بدي افتح المواجهه. خلص ركان، خلينا نتيسر ولا مين شاف ولا مين دري. هي مو مرجلك في صال، وانا ما بعملها منوب.
ما بيطوعني قلبي اتركه وامشي حتى لو انكر. الله وكيلك مثل الشوكه بقلبي هو. انت سيد الرجال عم يراغب. لو بتعرف قديش عم بلوم حالي اني خبرتك. لا تلوم حالك ابو ضاي، تعملت بمرجلتك. اللي صار صار. الله يجبر بخاطرك. سبقني انت، انا رح استنى. اذا اجا بيكون اجا، ما اجا بنكون عملنا اللي علينا. هو هيك. تيسر. يلا. شو مالك يا زلمة؟ فيك اشي؟ لا 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 سلامتك ما في شي. جاي لهون مستغني عن روحك؟ لك مستغني عن روحك؟ لك صلي على النبي يا راغب، صلي على النبي. هيدا خير شوستك مالو اخي؟ انا ما عندي اخ حي متعت بنت ولك عاد عم تحفر لي. لك شبك اخي؟ شبك؟ بدك تفشش باي حدا ما عرفان شلون؟ لك بدي فش ليعك، ما بكفيك تقلعت وانحرمت؟ جاي تكمل علي؟ لك تستنى شوي؟ لك ما في شي من هذا الحكي، شو بدك انت؟ ما في شي من هذا الحكي؟ لك اشوفي ابوك هيك كان بده، وانت شو بدك؟ ولك انت شو بدك؟ انت دخلتي الرجال وتقول لي شو بدك؟ يا راغب يا راغب انا ما كان بدي شيء من هذا الحكي كله. ليش ما قلت له لا؟ لك هذا ابوك ابو راغب، ما حدا بيقول له لا. انا اللي بقول له لا. انا قلت له لا مشان هيك شلحني الثوب ولبسك اياه. لك الله اعلم شو بده لبسك كمان. راغب لا تكبر بالحكي. ها بدي كبر بالحكي لشوف شو بده يصير. يعني أنا قلت لك ما دخلني، وإذا لك عندي حق تاخده. زيك أشوف. ورجيني يلا. صلوا على النبي يا جماعة. ورجيني شو بدك تساوي. صلوا على النبي يا جماعة بشرفكم. معلش صالح معلش، خليه ورجيني مرجلته قدام كل الناس. يلا لأشوف راغب أفندي. يلا يلا اذبحني وخلصني. كنت بتعرف لما لا بعرف شو؟ كنت بتعرف لما لا. أنا ما بعرف شي، وهيليكني واقف قدامك. إذا بيريحك اذبحني وريحني. جيت يعني؟ كون أجدب إذا ما رحت معك. ما في صانع بصح له يصير معلم بيقول لا. بس خلينا نتفق بالأول، يعني أنا رايح معك على الحارة بشان الشغل وبس. قصة أخوك أنا ما دخلني فيها. لا تأكل هم، أنا بحلها. طيب يعني أنت فكرت شو بدك تقول للجماعة ببيروت؟ هنن أكيد بدهم يشبهوني بأخوك الله يرحمه، وانت بتعرف انا وعدتهم اني ارجعوا معي هديه. وانا شو خصني؟ انت الهديه. لا احنا هيك ما اتفقنا. الحاره ناقصه ساعاتي، انا جبت لهم اياها. هلا زبطت. طريقنا رح بيكون طويل، بده سيره نحكيها. شو رايك احكي لك عن الحاره وعن ابي وعن اخي؟
أنا على بالي. اسمع شريف، تفضل. وهي صلحها كمان. ولك شو صار له هذا يابا؟ كانه جن يعني؟ استناك كثير بس انت تاخرت عليه. وقال لك قديش بده يقعد ببيروت؟ قال كم يوم بيرجع. وايش صار معه عاد؟ طلع اخوه ولا مش اخوه؟ مش عارف يابا. طب روح على شغلك، روح يابا. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا ابضاي، انا قلت لك خدني على الخان. هلا كل ما حدا بده يشوفني بده يفكرني اخوك زيد. اذا ما كنت زيد مين بدك تكون لك؟ يلا يلا فوت صالح. يا جماعه انا بحلم ولا بعلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي خدني على الخان الله يخليك. أخي اسمع، لا أقول لك هون الغرفة، عود فيها لبين ما أجر عندك. لك يا جماعة حد يخبرني شيء، أنا عم بحلم. روي صالح شباب. يلا أخي يلا فوت على المضافة. يلا صالح، هلا فاهمك على كل شيء. بتروح أنت وحنا بتجمع لي أدوات الحارة بالديوان، بعدين بتبعت لي حنا. ماشي والله، امشي حنا. فيا اختها؟ ما بعرف والله. رح اروح شوفها. بعدين سمعت صوت اخوك زيد، ما عرفت اذا كنت بحلم ولا بعلم. شو مين في؟ يا مو بدي اقول لك شغله. شو خير؟ اهلين بالخال. شريف شريف استريح. الله يزيد فضلك. حضرتك خاله القضايا معناتها ما هيك؟ ايه حضرتي خاله. تشرفنا. شو السيرة خال؟ بتحب تسمع مني ولا احكي لك يا ابن اختك؟ والله ما عارف شو بدي لك. اخي القصة ما فيها انه انا بشبه ابن اختك اللي توفى الله يرحمه، والباقي بكمل لك يا هو. ايوه بس يخسر عين على هالشبه. والله سبحان الله، بيخلق من الشبه 40. لا اله الا هو. بدي اشوفه. امراغي بدي امراغي بستنى شوي كرامه لله. استنى شو بدي استنى؟ شو بدي استنى؟ اذا انت تهت عنه انا ما بتو. عم اقول لك سمعت صوته. يا امو كرامه لله خليني اتصرف، ما عرفت كيف جبته لهون. اذا بدك تطلعي تحاكيه هلا بيطفوش، ما عاد بيرجع. وليش بده يطفوش؟ قلت لك يا امو الله يرضى عليك، قلت لك اكي ضربه على راسه ما عم يتذكر حدا منوب. بس يشوفني رح يتذكر. يا امو كرامه لله لا تزيديها علي، اقسم بالله واصله معي لهون. خليني اعرف اتصرف، الله يستر على عرضك. ايه امي مثل ما بدك، حقك علي. بس والله ما لي مصدقه. لحتى تصدقي لازم نتاكد، ولحتى نتاكد يا عمو لازم تتركيني اعرف اتصرف. ايه طيب ما فيني اشوفه؟ رح بتشوفيه يا عمو، والله رح بتشوفيه. طيب مثل ما بدك. ما بدكم تاكلوا لقمة؟ هلا وقت أكل يا مو؟ هلا وقت أكل؟
لكن شو رح تساوي؟ ما رح تخليه يروح، ما هيك؟ ما رح تخليه يروح. إذا بتخليني أتصرف بوعدك وحياتك ما حخليه يروح. إن شاء الله بتقبرني يا أخي. لك شو هالهدية اللي جبت لنا يا أخي؟ تقبر قلبي يا عمي، تقبر قلبي، تقبر قلبي على هالهدية. وعديني ما تطلعي منها. خلاص سمي بوعدك. خلاص. شريف خال، يسلم ايديك. صحة وهنا دايما. طالع شوف العالم برا، احكي معهم كلمتين، ما حيهدوا لحتى يعرفوا مين انت. وشو بدك تقول لهم؟ بدك قل لي بالاول شو السيرة بقى؟ رح تجننوني انتوا الاثنين؟ شيء يا ابو مأمون، يعني واحد مجنون شو عم يسهر؟ معقول يعني شيخنا بالحارة عم يحكوا، يعني انا ما قادر صدق. لك يا جماعة، يا جماعة روقوا شوي، هلا بيوصل وبيحكي لنا كل شيء، شو القصة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي ماشي. شو الهدية اللي جايبها وليش بده يجمعكم؟ ما عرفت، هلا بنشوف. حسن حضر حالك، بدك تجي معي وناول لي الطربوش. بدي احكي مرة واحدة واخلص، ما بدي عيد وقفتي. راغب معه حق. أنا عندي وعدي، كلمتي ما بتصير اثنين، أنت حر. إمتى ما بدك تروح بتحمل ضربة طريقك وبترجع على حيفا. رايح شوف الجماعة، ببعث لكم حنا. اتكل على الله خال، اتكل على الله. أولي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تشرب شاي؟ إذا بتشربنا مي بمعيتك ما بنقول لا. ايه تكرم عينك، البيت بيتك. يلا يا لطيف، احسن شيء. والله ما بعرف شو بدي لك يا اختي، يعني هو ومو هو. طيب خليني اشوفه وانا بقول لك اذا كان هو ولا مو هو. لا اختي لا، بلا ما نزعل راغب. بعدين الزلمه عم بيقول انه هو ماله زيد. ايه راغب قال لي انه اكل ضربه قويه على راسه. هلا شو ما كانت القصه بلا ما نستعجل، خلي راغب يتصرف. كرمال يا اخي، مرقوا من قدام اوضتي وانا بشوفه من ورا الباب، خليني اشوفه بس شوي كرمالي. اختي كرمال الله، روحي على اوضتك، روحي على اوضتك خلص بلا ما نزعل الزلمه، روحي يستر على عرضك، روحي. يلا يلا. يا جماعة هو هو، شو أعمى أنا؟ قلت لكم هيدي السفرة منا لله. استغفر الله العظيم، يشعر بمشاكم. يا هلا يا هلا. شو هالجمعة الحلوة هيدي؟ منورة بوجودك، سبحان من أحيا الموتى. زيد رجع من الموت. شو؟ صار معك حنا؟ الجماعة جوا مثل ما أمرت. صار على البيت لعندي، خليهم يجوا. بأمرك. الله يسعد مساكم جميعا. سلام عليكم بضاي، خليكم مرتاحين. خليكم مرتاحين. سلام عليكم. هلا بس رجال. اهلين اهلين. شو عم بيصير يا راغب؟ خير بإذن الله عمي أبو حسن. أنا رح خلي فيصل هو اللي يحكي، بعدين بكمل. وأمرك أبو ضاي. يا جماعة الخير. طيب أنت ما حسبت هالحساب قبل ما تركب وتجي معه على بيرو؟ هلا وين ما رحت وين ما أجيت رح يطلع لك حدا يذكرك بشي قصة صايرة مع زين. بلا حسبت الحساب. وقلت لحالي يعني أنا كيف بدي أقنع كل العالم إنه سبحان الله يعني بيخلق من الشبه 40. ما كان أحسن لك لو ما أجي؟ في عائل بيترك هيك شغل؟ إيه؟ معناتها بدك تتحمل.
شو بعرفني؟ شكلي مالي مطول ببيروت. يا لطيف احسن شيء. هذا حلنا بيكون وصل. فاي اجيب جاكيتي وطربوشي ونمشي. يا الله. شك عني يا مو. عدم مؤاخذة. قرب لعندي يا مو. قرب لعندي. لك إذا هنن ما عرفوك. أنا ما بتوح عنك أنا أمك. مشان الله يا خالتي. دخيلك يا مو طلع فيني. دخيلك يا مو طلع فيني. دخيلك يا بني طلع فيني يا مو زين. لك لا يا أختي. لك لا. نحن هيك اتفقنا. هذا زيد، هذا زيد، شلون ما عرفته لك أخي هذا زيد؟ كرمال الله رجعي على أوضتك، كرمال الله يلا. مالي حسناني لك أخي، والله مالي حسناني يا أبو، يا أبو، يا أبو. أنا سابك لبرا أخي. تيسر تيسر أخي تيسر. يا أختي مشان الله يا أختي لك هذا مو زيد؟ هذا ابني زيد، والله ابني زيد، شلون ما عرفته؟ هذا ابن أختك، شلون ما عرفته؟ طيب روقي روقي روقي، مشان الله روقي. تعدي زيد. تعدي هون، تعدي هون. يا لطيف احسن شيء. يسلم هالتم عمي. يا جماعه ما تاخذوني مشان الله، الله ما راح اقدر اروح معكم، روحوا انتم لازم ابقى مع الحجه. خير ان شاء الله ما كان صار له شيء؟ لا 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 ما صار له شيء، خلص روحوا انتم. لسه ما شفت شيء عمي. تفضل الجماعه عم يستنوا. تفضل. مين اعطاك اياها؟ صبي الحلاق قال هاي من زيت. طيب روحي انت. مثل ما بديت وجينا لهون ما رجعنا على اوضه النوم ان شاء الله تعيدي. دخيلك يا غيب وزيدك وزيدك لا تخليه يروح، هذا ابني زيد، ابني زيد هذا ابني، هذا ابني. اهدي اهدي وروقي، اهدي وروقي. لك شلون بدي اهدى وروقي؟ ابني رجع من الموقف وزيدك يا غيب. ابو زيدك ابو زيدك ما تخليه يروح، ما تخليه يروح ابو زيدك. هذا زيد ابني. هدي لي حالي شوي. هذا زيد ابني. شوي 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 شوي. رح ساوي لك. شو ساوي لك؟ مليسه مليسه يا نجيب. دخيلك يا نجيب، دخيلك يا خيي، دخيلك يا ابني. والله هذا ابني، والله هذا ابني، والله هذا ابني زين. معقول تروح عنك تقبرني؟ مش مصدقة اشوف الهدية اللي جايب لك اياها راغب من حيفا. وينو هلا؟ على وصول. شي والقصة اللي حكيها وليد؟ وليد قال انه زدته بالنهر، بجوز هو يكون نفد حاله. بجوز ما يكون هو اللي تعرض لزيد، طلع بهالكذبة وعمل مراجل مشان يخبي عملته الواطية. يا جماعة الخير الله يخليكم، انا رح شوفه لشاهين افندي وافهم منه السيرة كلياتها. انا هلا بس بدي منكم تساعدوني. شو رح تعمل عمي؟ بدي نخليه على راحته.
الضربة اللي أكلها على راسه نسته أهله وناسه، أنا جبته على الحارة بغرض إنه يخليه يتذكر. وبركي طلع ما هو. كون صفيت زمتي قدامكم قدام رب العالمين. أنا كان فيني أتركه بحيفا بس هي ناقصة، أنا ما بعملها بنوب. أنا رحت على حيفا مشان جيب هدية عرسي، وهي الهدية. أبضاي من ظهر أبضاي. تكل على الله ونحن ما رح نقصير، خليه يتذكر على راحته. زهدت؟